الأخبار يا رابطة الثانية، حيث عرفت الجولة 13 من مجموعة وسط غرب مواصلة فريق ترجي مستغانم التربع على عرش الصدارة رغم تعادله بهدف لمثله أمام مستقبل واتسلي، وذلك بعد هزيمة الوصيف نجم بن عكنون بهدف مقابل صفر بميدان شباب المشرية الذي ارتقى بدوره للصف الثالث. وفازت مولودية السعيدة بهدفين لواحد أمام رائد القبة، وبذات النتيجة فازت جمعية وهران على غالي معسكر وشبيبة تيارت على صفاء خميس مليانة، واكتسح النصر حسين داي ودات تلمسان بخماسية لواحد، وعاد شباب تيموشنت بفوز بهدفين لصفر من ميدان أولمبي المدية، فيما فاز وداد بوفريك على البساط بسبب غياب فريق سيراغليزان عن المباراة. وفي مجموعة وسط شرق عزز الاتحاد الرياضي السوفي مركزه في الوصافة أقول، وذلك بعد فوزه بهدفين لصفر أمام شبيبة سكيكدا مقلصا فارق النقاط بينه وبين الرائد جمعية الخروب الذي تعادل خارج قواعده أمام وفاق سول غزلان دون أهداف. ووصل اتحاد الحراش عروضه المخيبة خارج الديار بهزيمة أمام مولودية قسنطينة بهدف لصفر، فيما انهزم متديل الترتيب حمر عنابة بثلاثة أهداف مقابل اثنين أمام اتحاد خميس خشنه.